التعادل السلبي، ويبدو ان النصف الاول من التسعين دقيقة هينتهي بالتعادل السلبي. عندنا الاهلي وبيراميدز ايضا في دور الستاشر لسه ما تلعبش، والجزيرة مطروح وبتروجيت ايضا لسه ما تلعبش، بينما الاسماعيلي كان فاز على المقاولون العرب ووصل للثمانية ومنتظر الفائز. ضغط عليه فقد الكرة، ودي تمريرة بينية حلوة من محمود السيد يامادو توريه، ولكن بشكل غريب عجيب جدا جدا بيلعب عرضية، ولكن عزت على طول قافل القائم الاول بشكل جيد. ادي كريم الديب ومعاه يامادو توريه، ولكن في صفارة من معروف خطأ ضد كريم الديب. عزت يسلم يامادو توري، أمير عابد، يامادو توري يرجع مرة تانية، يامادو توري اتخطفت من أمام رزاق، يامادو توري هيعمل إيه؟ هل يعدي من بازوكا؟ لكن بازوكا على طول أجبره على الخروج إلى خارج الملعب. يامادو توري بيزق كورة كأنه بيلعب لوحده، المرة دي بازوكا بترتطم في يامادو، ولكن في شد من اللي موجود ما قدرش يكمل، اتخبطت الكورة ارتطمت بيه، حب يفتح اسبرنت لكن عضلاته عضلات خلاص التعب حل.